السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ذوقي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه ديال الشلاطه الملوخيه بالشرمله، كتجي لذيذه بزاف ورائعه. جربوها وانا متيقنه غادي تعجبكم. حتى الناس اللي ما كتاكلش الملوخيه على قبل الحياه كتطلق الماده اللجيجه، تبعوا معايا هذه الطريقه، راه كتعطي ملوخيه اللي كتجي ناشفه وما كتطلق لا خيوط لا ماده لجيجه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بدي لايك، والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير والطريقه، فرجه ممتعه. غادي نحتاجوا لهاد الشلاطه الملوخيه المشرمله، الملوخيه، حبه ديال المطيشه اللي مقطعه مكعبات صغار، ضرس ديال الثوم محكوب، جوج معالق ديال المعدنوس مقطعين رقاق. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملح والابزار على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء حدوة البابريكا، ونص معلقه ديال الفلفله الحمراء حاره سودانيه الا كتفضلوا يكون حار. نبداو بالملوخيه التنقيه ديالها. بالنسبه للمبتدئات كنقشروها غير بهذه الطريقه، كنبقى ناخذ موس ونزولو الجناب بلايص الحرش، والراس ديالها كنقطعوه هما والجنيبات بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا معايا كنكرطو هكا هذا الحواف هكا اللي هنايا، ونقطعوا الراس والجناب نقشروهم، والراس الثاني حتى هو تنقطعوه غير شويه باش ما تلقناش الماده اللجيجه. الا تكاتكم لبسوا ليكم باش تخدموها بالنسبه للمبتدئات. غادي نكمل انا هنا عندي هذا الملوخيه، وملي تكون عاد كميه كبيره الا بغيتوا تغلبوا عليها راه غادي ديروها في بحلفه ديال المواعن وتحكوها مزيان باش ما تبقاش كاع داك الحروشيه اللي فيها. غادي نكمل انا هذه الكميه اللي عندي، وغادي ندوز حتى هي نغسلها بالحلفه ديال المواعن باش ما تبقاش كاع هكا حرشه. وغتشوفوا معايا من بعد ما غادي نغسلها ونصفيها النتيجه اللي غادي نحصل عليها. صافي انا هنايا ساليتها، هذه غسلتها، وهذه هي هكا الملوخيه من بعد ما حكيتها بالحلفه ديال الماعن. غادي ندوز نقليها باش ما نخليهاش تطلق لي الماده اللجيجه. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل باش كنبغي نطيب الملوخيه هكا شليضه. كناخذ مقله وندير فيها الزيت وندير الملوخيه هكا واحد تقلى واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، بيد من ما عطات هكا لون شويه مذهب كيف غادي تلاحظوا معايا. هاد الطريقه فاش جربتها لقيتها رائعه، كتختصر الوقت ديال الطياب ديال الملوخيه، وحتى الملوخيه ما كتبقاش كيف قلت لكم كتطلق الماده اللجيجه تماما. اللي بعد ما كتعجبش بزاف اللي ما كياكلش الملوخيه على قبل هذاك الخيوط اللي كتطلق. انا غادي نسين هنايا حتى طيب، عندي هنايا تقريبا نص طيبه الملوخيه، ونصفها من الزيت وندوزو باش نحضروا داك المطيشه اللي غادي تكمل فيها طيابها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما صفيتها من الزيت هذا هو الشكل ديالها، كتكون تقريبا طابت نص طيبه. غادي ناخذ داك المطيشه اللي قطعتها هكا مكعبات صغار. بالنسبه اللي كيفضلها تكون المطيشه محكوكه يحكها، انا كتعجبني في هكا فهاد الشلاطه تكون هكا بهكا مقطعه هكا صغير. غادي نضيف الدرس ديال الثومه محكوك، وغادي نضيف العطريه اللي هي الملحه والابزار والبابريكا والسودانيه، ولا الا عندكم حتى الهريسه وكتفضلوا تكون هاد الشلاطه حاره ضيفوا نص معلقه ديال الهريسه. غادي نضيف واحد المعلقه ونص ديال الزيت، ونشحر هكا هاد المطيشه نخليها حتى تنزل مزيان. نحاول نقليها من تنزل مزيان ونحس بان المطيشه صافي بدات كيدخلها هكا طياب. غادي نضيف لها واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الماء صغير، ومن تبدا هكا غتغلى تيغلى هكا الماء، غادي نضيف داك الملوخيه اللي قلينا في الزيت، ونخليها تكمل طيابها في هذا الصلصه. وفي الاخير غادي نضيف لها داك جوج معالق ديال المعدنوس اللي مقطع. نخلي هاد الشلاضه هكا فوق العافيه كتطيب هكا على مهل حتى هكا تتلبالي لاصوص وما يبقاش فيها الماء. صافي ملي كتما تيبقاش فيها الماء تتكون وجدات عندنا هاد الشلاطه اللي كتجي فعلا رائعه رائعه، وخصوصا وقيت هاد الملوخيه نستغلوها هكا بهكا بشليضات. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. انا هنا زينتها بقطع ديال طماطم صفراء غير تزين فقط. شكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.